تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس وكذا فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخميس الخشنة في قضيتين منفصلتين من مداهمة مستودعين، الأول ببلدية خميس الخشنة والثاني ببلدية حمادي، يتم فيهما ذبح الدجاج وتخزينه ومن ثم توزيعه دون الحصول على الرخص القانونية التي تسمح بممارسة مثل هذا النشاط، وكذا عدم احترام شروط النظافة، حيث تم العثور على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء معبأة على متن شاحنات مزودة بمبرد وكمية على مستوى غرف التبريد بعد معاينة أعوان مفتشية التجارة لخميس الخشنة والطبيب البيطري. تبين أن اللحوم المحجوزة لا تصلح للاستهلاك البشري، أين تم إتلاف الكمية المحجوزة؟ أسفرت العملية عن حجز 15455 كيلوغرام من الدجاج، 103 كيلوغرام من أحشاء الدجاج، 27.8 كيلوغرام من الدجاج المرحي لتحضير النقانق وآلة لصنع النقانق.